رسالة إلى سادة التربية والتعليم وطلبة العلم والطالبات والتلاميذ والتلميذات وكل الآباء والأمهات في موسم الاختبارات والامتحانات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان. في هذه الرسالة نريد أن نتحدث عن اهتمامات تشغل بال أسرنا وعائلاتنا منذ الإعلان عن جداول الامتحانات المبرمجة في الأشهر المقبلة، اهتمامات تتعلق بامتحانات أبنائنا التلاميذ وبناتنا التلميذات التي تقترب مواعدها بعد استكمال دروسهم ومقرراتهم ولو عن بعد بسبب إكراهات وضغوطات جائحة كورونا المستجد. إن الآباء والأمهات مشغولون بهذا الهم الذي يكبر في نفوسهم ويأخذ من تفكيرهم، لأنه يتعلق بمصير فلذات أكبادهم الدنيوي. الامتحانات أصبحت حديث الناس، تلوكها ألسنتهم، سواء منها امتحانات البكالوريا أو الإعدادية أو الابتدائية، الوطنية منها والجهوية والمحلية. هم مشترك لدى كل أصناف التعليم، التعليم العتيق الذي يستعد طلبته أن يخوضوا غمار امتحانات البكالوريا ابتداء من شهر شتنبر المقبل، أو التعليم العمومي الذي من المقرر أن ينظم امتحانات البكالوريا في شهر يوليوز المقبل لفائدة أزيد من 25,900 تلميذ وتلميذة بجهة الشرق، وكذلك أصناف التعليم الأخرى بالمعاهد والجامعات الوطنية العمومية والخصوصية. هذه الامتحانات تشكل حدثا وطنيا لا بد من كل الأمة أن تهتم به ويأخذ نصيبا من تفكيرها والانشغال بها. فالابتلاء الذي حل بالأمة بسبب وباء كوفيد-19 لم يثني عزم قطاع التعليم أن يواكب مستجدات المقررات الدراسية والتعليمية، بل إن مسيرة التعلم واصلها أهلها ولا تزال مستمرة، وننوه بهذه الجهود المتضافرة لسادة التربية والتعليم التي أبدعت أشكالا من التواصل التعليمية والتربوية المثمرة. ونحن لا يمكن أن نغيب عن هذا الحدث الوطني الكبير، وقد اعتدنا أن نتناول موضوع الامتحانات على منابر الجمعة في مثل هذا الموسم من كل عام، وقد كان دائما للمساجد دورها في التوعية والإرشاد والتوجيه في هذا المجال، وللمنابر كلمتها في النصح والتحفيز والدعاء لتهدئة نفوس التلاميذ وكل الطلبة والطالبات، وتشجيعهم على الإعداد ومواجهة تحدي الامتحانات بالآناة والعزم والثبات والصدق. ومع استمرار إغلاق المساجد للبيان الشافي الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى، وللحكمة التي تقتضيها مصالح الأمة العليا، نوجه هذه الرسالة من هذا الموقع الرائد: فما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال. فهنيئا لأمتنا هؤلاء الأبناء
وهؤلاء البنات المتعلمين السالكين والسالكات طريق العلم والتعلم، فهو طريق لا محالة إلى الجنة، كما يفيد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لكم هؤلاء الأشبال إن شاء الله، فهم عز الأمة ومجدها وحمال تركة الأمة وخلفاء الأنبياء والمرسلين والصلحاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. هذا هو المنهج الصحيح والمسلك الناجح، هو أن يتعلم الأبناء والبنات طلب العلم، فهي درجة عالية قد تصل درجة النبوة إذا خلصت النيات وصفت القلوب والسرائر. وأما الامتحان فهو امتحان الدنيا الزائلة، والله تعالى ما خلقنا إلا لهذه الامتحانات. اسمع، يقول الله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله تعالى يقول ليبلوكم، يعني ليمتحنكم ويختبركم أيكم أحسن عملا. فالناس بهذا المعنى مستويات، فهناك حسن وأحسن، وهناك أفضل ومفضول، وأخير ومخيور. والخوف في الحياة الدنيا ابتلاء وامتحان، والجوع والمرض والفقر والموت، كل هذه امتحانات نتعرض لها في حياتنا. ولذلك يقول أحد الحكماء: ثمانية تجري على المرء دائما، وكل امرئ لا بد يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. وهناك من يتعرض لهذه الامتحانات يوميا وبشدة وقساوة، والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ويقول سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر امتحان، والخير كذلك فتنة وامتحان. وهذا الوباء الذي يجتاح الدنيا وبلغت إصاباته أزيد من 9 ملايين، ولا يزال يفتك بالأرواح ويدمر أعتى الدول ويقهرها، ليس إلا واحدا من هذه الابتلاءات التي تختبر البشر وتمتحنه. والامتحانات التعليمية والمدرسية التي ينتظرها طلبة العلم من هذا النوع الذي يهون ويسهل بالثبات والعزيمة والصبر والجلد والعمل والجد والمثابرة. لكن الذي يجب أن نعلمه بيقين، بيقين تام، هو امتحان الآخرة. الله تعالى يقول: وللآخرة خير لك من الأولى. امتحان يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. امتحان يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا. امتحان الآخرة لا وصائت فيه ولا تدخلات، ليس هناك سيدي ولا مولاي ولا للا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. امتحان الآخرة امتحان المصير لا امتحان بعده أبدا، فلا وجه للمقارنة ولا قياس مع وجود الفارق. إذن أيها الأبناء، أيتها البنات، يا طلبة وطالبات العلم، أيها الآباء، أيتها الأمهات، هونوا عليكم، استعدوا، كونوا مع الموعد، فلا يخيفنكم امتحان الدنيا. أنتم له شباب، أنتم على الإسلام،
أنتم على هدى من ربكم، أنتم على بينة من ربكم، خوضوا غمار هذه الامتحانات بكل شجاعة وصبر وأنات، أنتم مع الله والله معكم، وإليكم هذه الإجراءات التي تدخل ضمن الإعداد الجيد لخوض هذه الامتحانات. أولاً، الاستغلال الجيد لما بقي من الوقت لتدارك النقص الحاصل في المذاكرة والمراجعة والحفظ. ثانياً، وضع جدول مكتوب يكون نصب عين الطالب يساعده على تنظيم العمل وترتيب وقت التحصيل، بمعنى أنه لا بد من تخصيص الوقت والمكان المحددين لإنجاز فقرات المقرر الدراسي للتخلص من سلوك التأجيل والتسويف والتغلب على الخمول والفتور. وضبط الجدول بالشكل اللائق يعين على تكوين الاستعداد النفسي والعقلي للطالب. ثالثاً، الموازنة بين الاستذكار والترويح عن النفس، فإن لنفسك عليك حقاً. رابعاً، مراعاة عدم امتداد هذا الجدول إلى وقت متأخر من الليل، وهنا يفرض التبكير ووقت ما بعد الفجر نفسه، خاصة في هذا الفصل السنوي الذي يطول فيه النهار ويقصر الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك عندما يقول: بارك الله لأمتي في بكورها. خامسا، أيها الطالب، أيتها الطالبة، لا تخف من الموضوعات الصعبة أو الجافة، فكل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون، بل اقتحمها، فالله تعالى يجعل من الصعب سهلا، وقرأها مرة بعد أخرى دون قلق ولا ملل، وادعو الله تعالى أن يكشف مشكلاتها ويفتح أسرارها ويزيل حجبها. سادسا، أبعد عنك شبح التفكير في أسئلة الامتحان، فالاستعداد يسهل عنك كل صعب ويقوي عزيمتك للاستذكار والاستظهار. سابعا، توزيع وقت المراجعة على المواد بدون تفضيل هذه عن الأخرى، لأن الامتحان كما تعلم يشمل كل المواد. ثامنا، بعد الانتهاء من المراجعة عليك أن تضع بعض الأسئلة على نفسك أو أن تراجعها من خلال كتاب أو مع صديق لك. تاسعا، إياك ومقاومة النوم، بل أخلد إلى النوم عندما تشعر بالتعب، فكل ما تأخذه في هذه الفترة يتبدد بسرعة ولا يثبت. عاشرا، من الأفضل في الليلة قبل الامتحان التركيز على الخطوط الرئيسة والملخصات التي صنفها كل طالب بنفسه وبقلمه وبيده. 11، أن يبدأ في الاستعداد ببسم الله، فكل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وناقص، وأن تدعو الله تعالى مثل ما تقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم تختم مراجعتك وحفظك وأعمالك بحمد الله وشكره والثناء عليه. 12، أن تبتعد أيها الطالب عن الغش، والحديث عن الغش يحتاج إلى رسالة أخرى، إن تيسر الأمر سندلي بها إن شاء الله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، بل على الطالب وعلى الطالبة
الاعتماد على النفس في كل شيء ومهما تكن هذه النتائج التي ستحصل عليها. وندعو الله تعالى أن يوفق طلبتنا وطالباتنا ورجال التربية والتعليم لما فيه خير البلاد والعباد. آمين، والحمد لله رب العالمين.